اهلا بيكم في حلقه جديده من سهل وسريع. صباحكم هنا وسعاده وكل حاجه حلوه في الدنيا. النهارده هنعمل مع بعض ثلاث وصفات احلى من بعض. اول وصفه هنعملها البرياني، برياني الفراخ. هنعمله بطريقه سهله وسريعه جدا، وكمان هنعمل مع بعض النهارده سمبوسك خطيره بالسجق المفروم، وكمان مع الجبنه الموتزاريلا ودبس الرمان، حاجه كده عظمه. وكمان يا جماعة هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده أطفالنا هيحبوها قوي وإحنا كمان الكبار هنحبها قوي، بالشوكولاتة والموز وعجينة الباف باستري. تعالوا نبتدي أول وصفة النهاردة وهي البرياني. تعالوا أقول لكم المقادير الأول. هحتاج كوبايتين من رز البسمتي، ونجيبه رز ذهبي طويل الحبة. نخلي بالنا يا جماعة نوع الرز البسمتي بتحكم لو كان كويس ان البرياني بتاعي او الكبسة او اي حاجة بعملها بالرز البسمتي تطلع حلوة، وكمان لونه لو انا مثلا هعمل دلوقتي برياني فالبرياني بيبقى لونه اصفر، فالافضل ان انا اجيب الحبة اللي لونها ذهبي. كمان هحتاج فرخة متقطعة لأربع قطع بالجلد، كوباية 4 كوب مرق الدجاج، مكعب زبدة وزيت وبهارات برياني، ودي موجودة في السوبر ماركت. عود قرفة وحبهان ولورة وحبة ليمون مجفف، قطعة فحم سريع الاشتعال، بصلة مفرومة وورقة فويل صغننة كده. يلا نبتدي مع بعض وصفتنا. أول حاجة يا جماعة هنجيب حلة على النار. البس بس جلوفز كده عشان الفراخ. يلا بينا. عامل ايه اكرام؟ كويس؟ تحب البرياني؟ بجد؟ ماشي مش هاكلك مني عشان انت مش بقعد اتكلم، انا اتكلم وانت جايب الفراخ بقالك ربع ساعة. دي كل حاجة ايمان، هو كل يوم ايمان، لو مالكش دعوة بايمان. اعملي اللي انت عايزاه يا ايمان. هجيب سكينة اهي. ليه؟ انا عايزه افتح الفراخ بتاعتي كده من فوق عشان تاخد طعم البهارات بتاعتنا اهي. كده بصوا زي ما انتم شايفين كده اهي. بسم الله. سهله قوي بقى الوصفه دي يا جماعه، مش تعملوا اي حاجه غير انتوا هتجيبوا الفرخه تنضفوها كويس، تنضفوها بخل وليمون ودقيق وملح، وتسيبوها تتنقع شويه كده علشان كل الزفاره اللي فيها تروح. انا بقى جايبه الفرخه بتاعتي صغننه عشان تستوي يبقى طعمها احلى كده. يعني بلاش الفراخ الكبيره قوي يا جماعه، تبقى لحمها كده ملوش طعم. الحاجه كده لما تبقى صغننه كده، الفراخ لما بتبقى صغننه بتبقى احلى بكتير. هنجيب معلقه، هناخد الزبده، مكعبين الزبده. طيب في ناس، في غلطه الناس بتغلطها كتير جدا، بيعملوا ايه؟ بيحطوا نسبة الدهن اللي هي الزيوت بتاعتنا او السمنة او الحاجات دي كتير، فاللي بيحصل ان الرز بتاعنا تلاقوا بيلمع زيادة كده ولازق في بعضه. حاجة بسيطة، بس انا هحط ايه شوية دول مع الزبدة وخلاص. عايزة الرزاية مفلفلة كده ومصحصحة معايا اهو كده على طول، بدل حطينا الزبدة دايركت. يا جماعة هننزل بالبهارات الصحيحة، لومي وقرفة، ورق لورا اهو، وحبة اهي. يلا نزعل نفسه كلهم اهو، ودول اهم حاجة. ديهم بقى تشويحة حلوة كده جدا في الزبدة. ليه؟ علشان يطلعوا كل الزيوت العطرية اللي فيهم ويخلوا وطعمهم يبان. دي مرحلة مهمة جدا. عايزين بعد كده تستغنوا عنهم وتشيلوهم، شيلوهم. عايزين تحطوهم في شاشه وتعملوا بعد ما تخلصوا تحطوهم في شاشه وتحطوهم مع الرز وتشيلوهم، مش مشكله. كده كده هي بهارات صحيحه او الحاجات دي صحيحه، فمش هتضايقنا واحنا بناكل. في انواع من البهارات الجاهزه دلوقتي بيبقوا مكسرين اللورا والحبهان، بلاش تحطوا الحبهان البودره علشان طعمه بيطغي قوي قوي على الاكل. يعني لو هنستعمله نستعمله بسيط جدا. بصوا الريحه ابتدت ايه تطلع، يتفحفح. هاخد بقى الفراخ، بصوا طرقعت. قبل الفراخ هاخد البصله انزل بيها عليهم كده اهي. انا بحب الصوت ده قوي قوي، بحس ان انا بطبخ كده. لو ما عملش تش كده يا اكرامي انا ما برتاحش.
بس البصله تاخد لون على طول كده اهي. ناخد بقى الفراخ بتاعتنا على ظهرها اهي. الفراخ كده هناخدها اهي على الحتت اللي احنا مشرحينها كده ونحطها. بسم الله كده نوزعها كده ان كلها محطوطة. تشويحه حلوه كده معانا، اديها صدمه كده حلوه حلوه زيكو بس كده. ده لسه ما خدش صدمه قوي الصدر ده عشان ما نظلموش معانا. طبعا انا لو عليا اعمل البرياني كله بالوراك، انا ماليش في الصدور دي خالص، بس احنا طبعا عارفين ان الرجاله بتحب صدر الفرخه واحنا بناخد الورك. حتى لو ما بنحبوش هناكل احنا الورك، نسبه البروتين اعلى. ها جيم بقى وبتاع ماشي كده اهو. هبتدي بقى احط التوابل بتاعتي. دي توابل البرياني الجاهزه، نخلي بالنا البرياني بيبقى سبايس، والتوابل الجاهزه دي هتلاقوها سبايس اهي. دول معلقتين كبار، هجيب بقى معلقه كاري كده عشان اعزز طعم بتاعي قوي. دي بس التوابل بتاعتي. وطبعا مش هنسى الملح، الرز بيحب الملح. حط معلقه ايه ونص كده، لان انا عندي الشوربه بتاعتي انا عاملاها من المرقه، مدوبه شويه ميه سخنه مع المرقه. انا في خناقه دلوقتي بالراحه كده، مش مريحاني دي، دي مش مريحاني. معلقه كده ايه عاديه كده عشان اقلب براحتي اهو. نجيب بقى شويه صغيرين من الشوربه بتاعتنا او الميه او المرقه، شويه صغننين. ليه بقى؟ عشان ادوب التوابل بتاعتي كلها قبل ما اضيف الرز، عشان ما تبقاش ايه تفله كده معانا في الرزايه، عايزاها تدوب كلها اهو. اللي هيدوبها شويه الميه او شويه المرقه. زود شويه صغننين كمان عشان يغلوا غلوه. معانا تليفون. الو الو. ايه يا شيف ازيك؟ داليا صباح الخير. صباح الجمال، عامله ايه؟ منوره الدنيا حبيبه قلبي. بتحبي البرياني؟ جدا، بس المشكله يا شيف الرز بيعجن مني، بيطلع معجن جدا. عشان بتحطي كميه ميه كبيره، يعني الرز البسمتي لو نوعه كويس نحط لكل كوبايه رز كوبايه ونص ميه فقط او مرقه، عشان كوبايتين ميه مع التبخير هيخلي الرزايه معاكي تعجن. فالافضل ان احنا نحط نقلل كميه الميه بتاعتنا ونسيبه على نار هاديه خالص، هتلاقي البخار سوى الرزايه حلو. خلاص يا شيف هعمل كده ان شاء حبيبتي. الله حبيبتي صباح الفل. اهو خلاص كده انا دوبت البهارات بتاعتي واتاكدت ان هي كلها دابت، والفراخ بتاعتنا خدت اللون الحلو ده من بهارات البرياني. هضيف بقى، انا عندي هنا قلنا كوبايتين رز، يعني انا هضيف 3 كوبايات ميه. المعيار ده عندي لتر فمش هاخده كله، انا خدت منه شويه. فاضل كده قد ايه هنا؟ الافضل في الرز ده نعاير. طيب لو مش هنعاير هنعمل ايه؟ هنعرف ازاي؟ هقول لكم بقى هتعرفوا ازاي. هتعرفوا، انا قبل كده قلت لكم ان عقله صبع واحده علو الميه عن الرز المصري. طب لو عايز اعرف بقى علو الميه عن الرز البسمتي ايه؟ الصبع الصغير، يكون الميه اعلى من الرز الصبع الصغير. يلا اي خدمه اهي. هنسيبها بقى تغلي غلوه كده بسرعه، نغطيها وتعالوا نشيل الحاجات دي عشان بعد كده هنحط الرز بتاعنا. الفحمه دي هنستخدمها في الاخر خالص، هندي بيها تبخيره حلوه قوي قوي والزبده كمان هحتاجها للبرياني. طبعا البرياني هيقعد معانا كده في الحلقه الاخيره عشان يستوي. تعالوا نشيل الحاجات دي كده. انا هسيب شويه المرقه الصغننين دول عندي لربما احتاجهم، هسيبه كده يغلي. طبعا في ناس كتير يا جماعه بتعمل ايه؟ بتعمل الكبسه صفرا.
البرياني هو اللي لونه أصفر، الكبسة لونها أحمر. إزاي؟ يعني الكبسة بتاخد طماطم مبشورة، ممكن تاخد جزر مبشور، لون الرزاية بيكون مايل للون الوردي مش أحمر صريح. ده الفرق ما بين الكبسة والبرياني. حتى في التوابل بتاعتها لما تجيبوها هتلاقوا لونها شوية في نسبة حمار بسيط. نخلي بالنا قوي من التركية دي، والكبسة ما بنحط لهاش ولا كركم ولا كاري عشان نبقى متفقين. السعوديين في الكبسة ما بيحطوش، بتبقى يعملوا الكبسة بتاعتهم لونها أحمر، لونها أحمر. طبعا كل الناس تاكل برياني بتاكل معاه ايه؟ دقوس، اللي هو بيتعمل من ايه؟ من البقدونس والطماطم. نجيب حزمة بقدونس كده ونحط معاه طماطمتين نقطعهم كده كله في الخلاط، مع فصين ثوم، مع شوية كمون وشوية كزبرة ناشفة، عصير ليمونة كبيرة، وكمان رشة من الملح، معلقة صلصة واحدة، شوية مية. اضرب كل ده في الخلاط، بقى عندنا أحلى صوص لأحلى برياني أو كبسة. تعالوا نحط دلوقتي رز مع بعض ونطلع فاصل ونرجع بقى نعمل حاجة لأطفالنا قبل ما نعمل السمبوسك عشان ندخلها الفرن مع بعض وتشوفوا استوت في قد إيه فعليا في وقت الحلقة. بصوا كده خلاص المية بتغلي أو الشوربة بتاعتي بتغلي. بصوا لونها، شايفين اللون عامل إزاي؟ لونها خطير أهو. يلا بينا بقى ايه نضيف الرز. الرز البسمتي انا ما بنقعهوش، ما بحبش انقعه. في ناس مدارس بتقول ان احنا ننقع الرز البسمتي، انا ما بنقعهوش، انا بحبه يستوي على البخار خالص علشان يعني اضمن انه يبقى سواه مظبوط. خلاص انا حطيت الرز كده، هسيبه عالي لمده دقيقتين وبعد كده هوطي عليه النار وهنسيبه للاخر خالص. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نعمل طارت الموز بالشوكولاته. يلا بينا استنى. ورجعنا بعد الفاصل وانا معايا ملك ابني النهارده بقى هيعمل معايا الوصفه الخطيره دي اللي هنعملها مع بعض عشان اطفالنا كلهم يعملوها مع مامي في البيت. جبته لكم بقى يعملها معايا وبيحب المطبخ قوي. تعالوا بس قبل ما نعمل الوصفه بتاعتنا يا ملوكه، تعالوا اقول لكم حاجه على نستولها لكم على البرياني مهمه جدا. انا ما سبتش الفراخ وقت على النار تاخد نص سوى. ليه؟ لان الفراخ بتاعتي صغيره والفراخ هتستوي بسرعه، وكمان الرز هياخد وقت عقبال ما يتبخر والبخار بيسوي الفراخ اسرع. ما دام الفراخ بتاعتي صغيره يبقى انا يا دوبك غلوتين واحط الرز بتاعي واسيب الفراخ تكمل سواها عشان تبقى ماسكه نفسها، مش لما اخلص سوى الاقي الفراخ بتاعتي ايه؟ مهريه. تعالوا بقى دلوقتي مع مالك نعمل الموز بالشوكليت ملفوف كده بالباف باستري، حاجه خطيره. يلا بينا. عايزين نبص على البرياني؟ عايز تبص عليه؟ تعالى نبص عليه. اهو انا بسيبها على هدي خالص يا جماعه. بصوا شارب الرز بتاعه الميه، واهو خلاص هسيبه، مش حاجه جنبه، مش هقلبه حتى، هسيبه خالص، هديله تقليبه بس مش دلوقتي خالص، لما يشرب كل ميته. انا سايباه على اقل نار خالص، اقل حاجه عندك يعني. دايما كده لو عندك البوتاجاز العادي وطي النار لفوق خالص، ولو بتجهز الكهرباء هتيجي على رقم واحد اقل حاجه. يلا بقى نقول مقادير الوصفه بتاعتنا. احنا النهارده معانا موز، ومعانا شوكليت، ومعانا عجينه الباف باستري دي قمح كامل. ممكن تجيبوا اللي هي البيضه الثانيه اللي من غير دي الكامل، وكمان هنحتاج نشابه بقى عشان نفرد العجينه بتاعتنا، هوريكم وبس كده. وفي الاخر لما هتطلع من الفرن محتاجين برضو صينيه معانا عليها ورقه زبده، او لو ما عندناش ورقه زبده صينيه وندهنها من تحت بسمنه او بزيت. وكمان هنحتاج شويه صوصات كده ايه تحلي الطعم بقى في الاخر. تعالى انت اقف قدام الطبق بتاعك وانا هقف قدام الطبق بتاعك. هو انت ما بتتكلمش ليه يا ملوكه؟ صح انت سايلنت؟ لا لا. طب انت مكسوف ليه؟ طب يلا قشر الموزه. هتعمل لنا ايه النهارده؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ موز بالشوكولاته. موز بالشوكولاته؟ طب انت مش عارف تقشر الموزه؟ لا قلبتها. هي صعبه، تعالى نقطع بالسكينه كده الاول. يلا قشر الموزه بتاعتك. مش انت بتحب تعمل عصير؟ مالك يا جماعه بيحب يعمل عصاير قوي بقى، كلهم بتعمل ايه؟ كنت عصاير شوكولاته. بص للكاميرا. عصاير ايه؟ شوكليت وعصاير. حط كورن فليكس شوكليت بيحطوا مع
النوتيلا بقى وكل حاجه في البيت، اصحى من النوم الاقيه عامل عصاير مختلفه. يلا بينا، انا قشرت الموزه بتاعتي وانت قشرت الموزه بتاعتك، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب معلقه، المعلقه بتاعتك اهي، هتيجي كده الموزه من هنا من جوه، من هنا يا جماعه. بص هتقورها كده بالراحه كده، هتعمل فيها جراب كده نحشي فيه. ايوه شاطر، من الوز عوام يا جماعه. ايوه بس انا مش عايزاك تطلع شيف. انا هطلع، عايزاه يطلع طيار. لا انا هطلع شيف. ايوه انا قلت هطلع بس شيف. مش طيار، مهندس طيران. لا انا هطلع شيف. هتطلع ايه؟ شيف. مصمم، هو عايز يطلع شيف. تمام، هو حر، كل واحد حر وماله الشيف، زي الفل. عايز اطلع زيك. عايز تطلع زيي؟ ماشي. بص بقى سيبي المعلقه، هنسيب المعلقه ونحط الشوكليت بتاعتنا كده نايمه في الموزه. يلا تاخد شوكولاته كتير عشان اخد انا كمان. اقلبها عشان تنم اكننا جوه كده، اهي اهي كده كده. شايفين يا جماعه؟ حط واحده كمان هنا كده، وادي حته كمان عشان ما تزعلش. وانا كمان هحط واحده هنا كده. بصوا يا جماعه، جبنا الموزه، جبنا الموزه وقورناها من جوه، خليك ماسك بتاعتك، وقورناها من جوه. بعدين جبنا نوع شوكليت، انا جبت الشوكليت اللي جواها كريمه اللبن دي، وحطيتها كده جواها وحشيتها. بعدين هنعمل ايه؟ هنجيب بقى، سيب بقى الموزه بتاعتك هنا كده دلوقتي. انت محتاج عارف تعمل ايه؟ محتاج تقورها شويه كمان اهي، عشان تعمل الجراب ده اللي هنحط فيه الايه؟ الموزه. الموزه بتاعتك ايه؟ تبقى الشوكليت قاعده كده جوه. انا كترت لك الشوكليت اهو، ماشي. نسيبها كده شويه، يلا بينا. بعدين هنجيب النشابه بقى، ونجيب يما ما جابوهاش. طيب هجيب عجينه الباف بيستري، هي مربعات. طب هنفردها بقى، هنعمل ايه؟ نجيب السكينه، هقطع الواحده على ثلاثه اهي. تمام، شايف يا ملوك؟ وبعدين هفردها كده. قول لهم، قول لهم مامي بتعمل لك اكل ايه في البيت بقى؟ بتعمل لي حاجات كتيره. اكتر حاجه بتحبها مامي بتعملها ايه؟ الهمبرجر. الايه؟ الهمبرجر. وايه تاني؟ والبيتزا. البيتزا. وايه تاني؟ مامي ما عملت لهمش ولا مره بيتزا في الحلقه. عمل. لا عملت لك انت كتير. اه. ايه تاني بتحب تاكل؟ ايه تاني؟ وبحب اكل ال متكسفش. ما تحب تاكل ايه؟ انت بتحب تاكل ايه؟ مش بتحب تاكل بسله؟ اه. مش بتحب تاكل ايه تاني؟ باكل محشي. الفراخ والمحشي. كرومب، محشي الكرومب. ايوه الفراخ. بس يا جماعه احنا بنفردها كده اهي، بصوا اعملها شرايط. الافضل ان احنا نفردها على حاجه سيليكون. هاخد واحده كمان. ماما طب انا انت عايز تفرد؟ طب يلا انا هفرد واحده عشان لف بتاعتي، وانت هتفرد الباقي. ماشي؟ ماشي. يلا تتخانق معايا؟ يلا انا هاخد واحده اهي. ايوه هتخانق معاك يا ماما. يلا يلا انت بقى ايه؟ تعالى افرد دول. تعالوا يا جماعه بقى اوريكوا. خلاص اخدنا فردنا العجينه بتاعت الباف بيستري كده، هاخدها بقى واقعد الف بالراحه بالراحه. افرد بالراحه، ما بنفردش كده، نيجي من الاول للاخر كده 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 كده. بص هتلاقيها فردت معايا. ماشي؟ بنلف العجينه بتاعتنا كده باف بيستري. اه كده خلاص. وناخد واحده تانيه اهي من انتهاء الاولى من تحت كده اهي. دي اسهل عجينه بتكون جاهزه في السوبر ماركت، بنلاقيها بتبقى مثلجه كده، بنجيبها ونفكها ونشتغل بيها، بتبقى حلوه جدا اهي. هفضل الف كده زي ما انتم شايفين، شرايط شرايط اهي. بجد دي من الحلويات اللي هتحبوها قوي. ماما انا محتاجه واحده كمان. مش على فكره يا جماعه انا مش مخترعاها، انا شفتها كانت موجوده في الانستجرام وعجبتني جدا، فجربتها طلعت حلوه قوي. ممكن بقى تحطوا اي نوع شوكليت انتوا بتحبوه. مش عارفه الفهم. العجينه الباف باستري هتلاقوها موجوده في كل الهايبرز او كل السوبر ماركتس، هتلاقوها موجوده. مش عارفه الفهم. هوريك لفها ازاي دلوقتي. ماما الشوكولاته طلعت بره، هندخلها تاني جوه اهي. نفرد شويه ليك كده عشان تعالى هنا. رايح فين؟ احنا مش في البيت هنا. يلا اهو قفلت اهي، دي كده خلاص قفلت معايا خالص. شيل الحته الزياده دي. بصوا ده شكلها اهي، هندهنها بالزبده وندخل الفرن.
مش هتاخد معاكم في الفرن بكتير قوي 10 دقايق. ماشي؟ بصي يا مالك لفين، لا انت لفيت اول واحده صح. هتجيب الثانيه وتلفها بنفس الطريقه كده. شايفين؟ اذا اولادنا بقى كلهم لما يجوا يقولوا لكم عايزين ناكل حاجه حلوه سهله، الموز مفيد جدا، وانا اخترت الباف بيستري دي القمح الكامل عشان يبقى يعني احسن وافضل صحيا، وكمان هياكلوا حاجه من البيت يعني مش لازم نجيب حاجه من بره. اهي لفينا كمان الموزه بتاعت مالك، الحته الصغننه اللي كانت هنا دي انا هقفل بيها الموزه بتاعتي. خلاص كده اهو ادي الموزتين بتوعنا اهو، نديها بس الشيب ده. نعم من هنا مصمم نقفل الحته الصغيره دي. اه حاضر يعدل عليا اهو، يلا ناخد حته صغننه خالص. بصوا يا جماعه هي اصلا لما بتفك بصوا عامله ازاي العجينه اصلا بتاعت الباف بيستري دي، من ليها استخدامات كتير قوي، ممكن تعملوا بيها حاجات كتير قوي قوي. يعني عارفين كلنا كده بنحب ناكل بره الاستروبري كاسترد باي، حطي ايدينا على بقنا. الستروبري كاسترد باي دي بتبقى ممكن نعملها في البيت بطريقه سهله جدا بالباف بيستري برضو، نبقى نعملها في حلقه مع بعض ونقليها كده بتطلع حكايه، بتطلع زي بره بالظبط، والابل باي والحاجات دي. بس كده تعالوا بقى انا هدخلهم الفرن، هطلع فاصل قول الملك باي باي. يلا قول لهم باي باي. يلا بينا هنطلع فاصل وهدخلها الفرن ونرجع نعمل مع بعض السمبوسه. يلا استنوني. وان اكشن. ورجعنا بعد الفاصل نكمل بقى بقيه الوصفات. دلوقتي هنعمل سمبوسه كلنا بنحبها، طب ليه ما نجددش فيها؟ تعالوا نعمل مع بعض سمبوسك النهارده بجد خطيره وكلكم هتدعوا لي عليها. هنعملها ازاي؟ المقادير بتاعتي انا جبت ربع كيلو من السجق فرمته، مش لازم تفرفوه في كبه، ممكن تجيبوه وتقعدوا تهرسوه هيبقى معاكم بالمنظر ده. ممكن نجيبه هيبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، شبه اللحمه المفرومه كده بس طعمه بيبقى حكايه. جبنا 150 جرام جبنه موتزاريلا، الجبنه التشيدر، زعتر فريش، كمان معانا ورق السمبوسك، معلقه دبس رمان هتخلي الخلطه حكايه، سماء المزازه بقى مش قادره اقول لكم، الناس اللي بتحب الحاجات المززه، بهارات لحمه، شويه فلفل اسود وشويه ملح صغننين، واحتاج شويه دقيق مدوبين في شويه ميه، وكمان زيت للقلي. اول حاجه هعملها هعصج السجق بتاعي او هشوحه، احط اهو شويه الزيت كده صغننين. ليه صغننين يا شيف؟ علشان اصلا السجق في نسبه دهن عالي فهيطلع لي زيوت، دي حاجه. تاني حاجه يا جماعه ان السمبوسك بتاعتي ما ينفعش تبقى الحشو بتاعها بتاع اي سمبوسك يكون في نسبه زيوت عاليه عشان هيفتح لي السمبوسك بتاعتي. ادي الزيت حطيناه في طاسه، ده مش هياخد معانا وقت على النار نهائيا. بصوا بس عامل ازاي، اقول لكم على حاجه عملتها قبل كده. انا مره عملت برجر من السجق، انتوا متخيلين؟ طلع بجد وهمي من غير بقى اي توابل ولا اي حاجه. انا جبت السجق وفرمته وعملته الراس بتاعه البرجر وسويته، بجد طعمه كان حكايه. يلا فكره حلوه اهي جديده. دلوقتي هيشم النار وهيفك من بعضه، هيبقى مفلفل معانا. مش عايزين تبصوا بص على البرياني؟ مش عايز تبص بص على البرياني يا اكرامي؟ اكرامي يلا تعالوا نطمن كده. بصوا بصوا شويه البخار بقى دول هيسولي الرزايه بتاعتي حلو. بصوا الرزايه بتاعتي عامله ازاي، انا هسيبها على البخار خالص خالص خالص. هحط بقى مع السجق ريحته طلعت قمر، احط زعتر فريش كده الزهور بتاعته بتاعت الزعتر علشان ما تبقاش العيدان موجوده جوه السمبوسك.
بتاعنا كده قرب مننا، قرب مننا اهو. انتوا متخيلين الخلطة الخطيرة دي مع بعض؟ تأليف واخراج الشيف نهال الشناوي. شفت؟ شفت انا بخرج زيك اهو، خلي بالك. بهارات بقى، لحمة شوية كده حلوين، مش كتير، مش دقة اصلا مبهر. شوية السماق نعم برضو مش كتير، فلفل اسود رشة صغننة. عايزينه سبايسي بقى يا جماعة، ادوله شوية شطه، انا بحب الاكل سبايسي قوي. وهحط شوية دبس الرمان صغننين، معلقة صغيرة اهي. يلا بينا. سلمى صباح الخير يا سلمى. صباح الفل، ازيك يا سيدي؟ صباح القمر، عامله ايه يا حبيبي؟ حبيبه قلبي انت والله. انت قمر والله. كلمتيني قبل كده يا سلمى صح؟ اه حبيبتي. الحمد لله يا روحي. الحمد لله يا حبيبتي. بصي يا سيدي، انا بقى لسه عروسه جديده. ايوه. وعايزه حاجات بقى سهله وسريعه كده تتحط في الفريزر، علشان خاطر اول ما اجي من الشغل تبقى سهله معايا في ان انا اعملها على طول ان شاء الله. طيب احنا عملنا قبل كده حلقه مع بعض كانت فيها تتبيلات كتير للفراخ ممكن سهله، وكمان هنعمل مع بعض حلقه عشان خاطر عيونك جميله. هنعمل حلقه مع بعض فيها ايه الحاجات اللي واحنا راجعين من الشغل ومش قادرين نعمل اكل تكون سهله وسريعه وينفع احطها في الفريزر وطلع احطها في الفرن او على البوتاجاز على طول. ايوه بالظبط كده ان شاء الله. حبيبتي ميرسي قوي يا سيف، انت منوره الدنيا حبيبه قلبي. حبيبتي باي باي. طيب باي. بصوا انا كده خلاص هتكونوا فاكرين ان اللون ده ان السجق بتاعنا، خلي ممكن يجري الكاميرا هنا، اللي هو السواد اللي موجود ده، ده مش ده دبس الرمان، يعني ده مش حرق، ما هو مش محروق. تمام اهو بس كده. عامل بقى، هجيب بوله احط فيها، بس عندنا حوار، ده دبس رمان يا جماعه عشان الناس ما تفتكرش ان اللي احنا حرقنا السجق ولا حاجه. عارفين الاسكندرانيه صحابي والناس اللي تعرفني لما بقول لكم في البرنامج سجق بيزعلوا قوي، يقول اسمه صدق. بصراحه يا صدق اسهل يا جماعه، كبرتوا الموضوع قوي يعني. انا كده الجبنه موتزاريلا والتشيدر، اي شويه جبن عندك حلوه، ما تحطيش جبنه تركي عشان السجق حادق بلاش. والمزازه بتاعه الدبس الرمان في نسبه برضو حدقية شويه فبلاش. هاخد بقى الخلطه بتاعتي دي، مفروض ان اسيبها لما تبرد، بس عشان احنا بنعملها مع بعض بحب اعمل معاكم الحاجه كلها من ايه تزي كده علشان تكونوا شايفينها مراحلها كلها ايه اهو كده. بص انا ما باخدش الزيوت، لو تاخدوا بالكم انا بصفي، ممكن نجيب الطاسه بصفي كده كويس قوي من الزيت عشان العجينه بتاعتي لما هيجي عليها الزيوت هتفتح. عجينه طريه اديتها ماده سايله، ايه اللي هيحصل؟ هتفتح اهي. بس كده كده ارجعها ورا وتعالوا نلف السمبوسك مع بعض. انا عايزه طبق، نجيب طبق كده. ما انا محتاجه اقلب بيها. بص بص بص، نزلت على الجبنه على طول، جبنه موتزاريلا. ايه انت متخيل يا اكرامي كده السمبوسك دي هتبقى عامله ازاي؟ ما تخيلتش كده سجق كده متعصج مع شوية دبس رمان، ما فتحتش نفسك؟ ايه ده؟ بجد؟ ماشي. من فانزاتي يعني؟ لا. ايوه ايوه بتعمل هارت كتير. كده جهزنا. ممكن نشيل دول؟ كده نشيلهم خالص. نديهم هنا. الناحية التانية دي أنا دايما إيه؟ بكركبها. من ساعة ما بنروحش ورا كتير اهو. مش محتاجين كل ده، احنا شاطرين وخلصنا بسرعة.
حاضر. هو الاير بيس ايه النظام؟ قلنا يا جماعه اير بيس صغير كده. يلا بينا هناخد بقى اوراق السمبوسك هقلبها بقى الناحيه الثانيه. ليه شايفين لو حاجه نصيحه برضو، لو جبنا ورق السمبوسك ما نطلعهوش نستخدمه غير وقت استخدامه. ليه؟ علشان بصوا لما الورقه بتشم الهواء بتاخد معانا بتنشف، فلفها هيبقى صعب، او نطلعها من الكيس بتاعها عشان تفك ونغطيها. انا هقلب عشان اللي تحت هيكون لسه طري. الورق دي رفيع قوي كمان، ده هيكون افضل. يعني نجيب معلقه، معلقه معلقه، هنجيب معلقه صغننه دي. تمام، هاخد شويه بقى كده من الخلطه الخطيره دي احطها على الحرف وما نحطش. انا عارف في ناس كتير بتحب تحشي الحاجه كتير، انا منهم، بس عشان ما تبظش مننا كده وتطلع في الزيت اهي بالراحه كده. هقفلها، الزيت بتاعنا خليه هنا افضل اهو كده، خليه على الهادي عشان نقلي فيه على طول اهو على الهادي خالص. برياني ربنا معاه. تعالوا نكمل بقى، بنقفل ادي اول ناحيه، بعدين بنرجع تاني نقفل كده. هوريكم كذا طريقه، بعدين بنرجع تاني نقفل كده. فرشه ندوب شويه دي بالميه، انا بدوبهم تماما مش بخليها عجينه عشان تقفلها معايا كويس اهي كده. وبعدين برجع اقفل تاني بالشكل ده، معانا مثلث اهي كده يا جماعه. سمبوسك بقى من الحاجات اللي نفرزنها كده ونحطها في فريزر ونطلعها الوقت اللي عايزينه ونستخدمها، بس وانتوا بتفرزوها تخلي بالكم انكم ما تحطوهاش فوق بعض، لازم يكون في فواصل علشان ما تلزقش في بعض. هتيجوا تفكوها من بعض هتلاقوها بتتفتت حرفيا. تفتحي بقى، مش عايزه تفتح يا كرام. ناخد واحده تانية، ناخد واحده تانية، هخليها لك دي انا عاملها لك في الاخر. ايه مالك عايز تاكل الموزه بتاعتك؟ الموزه بتاعتك في الفرن لسه شويه اهو كده. لا هنا كويس، تعالين ارجع الف واقفل. ما بس زودوا يعني، المفروض تبقى اتقل سنه مش للدرجه دي عشان تقفل معايا افضل. شويه كده اهم على الحرف، نعمل تالت واحده بنفس المنظر. وبعدين هوريكم بقى حاجه تانية ممكن نقفلها ازاي. لو اكبر شويه السمبوسك ممكن كمان تقفلوها مربعات، دي جديده يعني، كانت طالعه كده ترند شويه ان الناس بتقفلها مربعات. معانا مين بقى؟ ندى. صباح الخير يا ندى. صباح النور. بتحبي السمبوسك؟ هي سمبوسك ولا سمبوسه؟ لا هي سمبوسك، بس انا بقول سمبوسك. بقول سمبوسك بيتريقوا عليا. لا هي سمبوسك، عجينه السمبوسك. طب انا كنت عايزه وصف يعني حلقه كده عن البيتزا. خلاص هنعمل حلقه عن البيتزا، ده بقى مطلب جماهيري، هنعمل حلقه على البيتزا. ماشي يا حبيبتي. اوكي يا حبيبتي، نعمل حلقه على البيتزا. هنعمل نوعين من عجينة البيتزا، العجينة اللي بناكلها بره كده في المطاعم، وهنعمل العجينة السهلة اللي كلنا بنعملها في البيت بس برضو بطريقة حلوة. تمام. طبعا انتوا فاكرين لو قبل كده عملنا مع بعض حشوة كانت حلوة قوي برضو للسمبوسك، كانت الحشوة اللي معمولة من الفراخ والبسترمة، فاكرينها؟ الفراخ اللي كانت بالبسترمة متشحة مع البسترمة والباربيكيو صوص، كانت حاجة كده طعمها حكاية برضو. دي من الحاجات المحببة كده لقلبي، اختراع برضو اخترعته من ضمن الاختراعات. تعرفين ان انتوا كمان ممكن شوية البافست اللي فضل عندكم وانتوا بتعملوا الحلو ممكن تلفوهم تفردوها خالص كده تبقى واحدة ونحشي بيها الحشوة دي. هو احنا ممكن يا كرومي تجيبولنا البافست اللي كانت موجودة وريهم حاجة.
ماشي انا اخر. يلا بينا كده. ماشي يا حبيب ماما. تعالوا بقى نعمل بالطريقه التانية اللي هي السهله بقى، او اللي هي طلعت فتره كده الناس كلها بتلفها. ازاي نعمل جراب؟ هعمل جراب كده اهو كده، بعدين ارجع اعمل كده تاني، هقفل كده على الناحيه دي، بعدين ارجع اجيبها على الناحيه دي. بقى عندي جراب اهو شايفينه، قرطاس. بجيب الحشوه بتاعتي اهي كده جوه، بعدين ببتدي اكمل على ايدي، ببتدي اكمل الموضوع اهو كده. ارجع بقى اقفل كده كده. بصوا الشيب بتاعها حتى هتلاقوه مختلف، دي مثلث، دي شويه بتبقى شكلها مختلف. بصوا بصوا الفرق ما بين الاثنين، ده شيب وده شيب اهم. بصوا دي عامله ازاي، بصوا دي عامله ازاي. تمام، دي طريقه ودي طريقه. تعالوا نعملها مع بعض تاني. هقفل كده على الناحيه دي اهي كده، وهرجع تاني كده. عملت الجاب بتاعتي دي، هحط فيها الخلطة، بعدين هرجع تاني اقفل يمين وشمال زي ما انتوا شايفين كده، لغاية برضو ما احط كده واقفل فيها السمبوسك اهي. دي طريقة برضو سهلة جدا. تيجي نعمل واحدة كمان، واحدة كمان، يلا واحدة كمان. هتجيبولي العجينة ولا لأ؟ طب يلا، طيب يلا بينا، يلا بينا تاني. هنقفل كده عجينة الباف باستري اللي كانت معانا والنشاب. يلا هنعمل الجاب دي، هنحط فيها ايه؟ نطلع فاصل؟ طب يلا نطلع فاصل نجيب العجينة بتاعتنا ونكمل. تعالوا اوريكم اخر واحدة بس. عملنا الجيب، لفينا يمين وشمال بس اهي. يلا بينا، يلا بينا. يلا بينا نطلع فاصل. كده عملنا شكلين من السمبوسك، عملنا الشيب ده وعملنا الشيب ده. تمام، كمان هنعمل دلوقتي، هوريكم عجينه الباف باستري ان انا قلت لكم ان احنا ممكن نعمل بيها حاجه حادقه بنفس الحشوه بتاعتنا كده كده. دي كلها معجنات جاهزه، انا هفردها كده وهقليها، مش هدخلها الفرن. نعمل ايه بقى؟ افردها الناحية التانية كده، بعد انت شوية بقى اهو. اوكي، فردتها كده مربع اهي. تمام، جيب بقى الحشوة اهو، خد كورة كده من الحشو وحطها في النص، وهعملها اللي هي القفلة بتاعة سرة الدنانير. اي بقى حاجة انتوا بتحبوها. بص بص كده اهي اهي، ادي واحدة، دي شكل كده. بص العجينة بتتشكل معاكو عادي جد اهي، تبقى معانا بالشكل ده، ولما تخلص هنقطعها. ممكن كمان تعملوا اخر واحدة تقفلوها نفس قفلة السمبوسك اهو. نحط كده الحشوة بتاعتنا اهي اهي، وبعدين هقفل كده من الجناب، اقفلها كويس عشان ما تخرجش منها الجبن. بالشكل ده مثلث كده. تعالوا بقى نروح نقليها مع بعض بسرعه عشان وقت الحلقه. نعلي النار، يلا بينا.
سيب النار تسخن شويه، هنقليها مش هتاخد معانا ثواني. تعالوا نشوف البرياني بتاعنا. يلا ما نحطش السمبوسك واحنا بنقليها، ما نحطش كتير يعني، ما نملاش قوي الطاسه اهو. مش عارفه انا مش معليه النار ليه، تستعجلين انت يا ايمان. الفحم ريحتها طلعت اهي. محتاجين حته فويل كده صغيره. انا حطيت فحم على النار اللي هو الفحم سريع الاشتعال. ثواني ثواني انا هبقى معاكوا. حلو استنى اكرم. هنجيب الفحمه بتاعتنا اللي سخنت اهي، نحطها هنا كده في النص، حتة زبدة بقى أو شوية زيت صغيرين. نقفل بسرعة نقفل بسرعة نقفل بسرعة. سيبها تاخد البخار الحلو ده. تعالوا بقى نشيل الحلة بتاعتنا نشوف البرياني. ممكن تجيب لهم بقى الكاميرا كده على الموز لما نودي ده هنا كده. هنشيل دي بالراحة كده عشان ايدينا هقربوا. طيب اوكي اهو برضو هنجيب الطبق بتاعه، الطبق بتاعه اهو اهو الموز. نجيب حاجة نشيلها بيها احسن اهي. اهو كده هنجيب بقى شوية أي صوص عندنا موجود. احنا عندنا هنا صوصات كتير. حط مثلا واحدة عليها كراميل كده بالشكل ده، وهنحط على واحدة تانية شوكلت. تمام. تعالوا بقى نحط مع بعض البرياني. نجيب الطبق بتاعتنا. بص ريحته بقى فظيعة، ريحة الفحم فظيعة اهو. شفت الرز مفلفل ازاي؟ الفراخ بتاعتنا مستوية وماسكة نفسها كويس جدا اهي. سمبوسك من الحاجات بقى اللي بتتاكل معايا اهو اهو هنا مع البرياني اهو. ناكلها كده مع البرياني تبقى حلوة قوي. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. تعالوا نشيل الحاجات دي. طبعا عجينة الباف باستري اللي احنا حشيناها سوا دي برضو هنقليها بنفس الطريقة كده. تعالوا اهو اوكي. شوية حاجة خضرة كده وبألف هنا وشفا. يا رب الحلقة تكون عجبتكم. عملنا مع بعض البرياني وعملنا سجق بسمبوسك بالسجق والجبن، وعملنا اسرع حلق الموز مع الشوكولاته وعجينه الباف باستري. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. اشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.